في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية. أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة عن انتهاء الوزارة اليوم من توزيع أكثر من 690 وحدة سكنية ضمن مشروع اللوزي الإسكاني الذي شرعت بتوزيعه الأسبوع الماضي. وأكد وكيل الإسكان التزام الوزارة بتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت حتى اليوم من توزيع كل من مشروع أم الحصم الإسكاني ومشروع مدينة خليفة ومدينة سلمان ومشروع عراد ولبسيتين ومشروع مجمع 609 بسترة وشقق الحجيات، وأخيرا مشروع اللوزي الإسكاني لتستأنف الأسبوع المقبل بتوزيع وحدات مدينة سلمان. وأضاف أن جميع الإجراءات للتوزيع لوحدات المشروع جرت بسلاسة تامة وسط استحسان من قبل المواطنين المنتفعين، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستقبال المواطنين الذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءاتهم. وتابع الشيخ عبد الله بن أحمد أن هذا المشروع يعد تأكيدا على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة. انتهت وزارة الإسكان صباح اليوم الخميس من توزيع 690 وحدة سكنية من مشروع اللوزي الإسكاني. طبعا عملية التوزيع بدأت من الأسبوع الماضي واستمرت لمدة أسبوعين. طبعا مشروع اللوزي الإسكاني هو أحد المشاريع المتميزة بالنسبة للوزارة الإسكان، فهو أول مشروع بنته الوزارة مع بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكة بالقطاع مع القطاع الخاص، فهو انطلاقة يعني مشروع اللوزي الإسكاني هو انطلاقة الشراكة مع القطاع الخاص، وبدأنا بعدها انتقلنا إلى التعاون مع ديار محرك في برنامج العيون وبناء 1600 وحدة سكنية في مدينة سلمان. طبعا اليوم قمنا بتوزيع يعني انتهينا من التوزيع، لكن هناك بعض ما زال بعض المواطنين اللي ما شملهم التوزيع الوحدات في مشروع اللوزي، وذلك سبب ان اجراءاتهم ووثائقهم لم تستكمل، لكن احنا نتوقع ان في المستقبل القريب يستكمل هذه التجميع هذه الوثائق وتسليمهم وحداتهم. طبعا احنا مشروع اللوزي هو يأتي توزيع في هذه الفترة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية خلال بدأت من شهر جولاي من شهر 6 وتنتهي في شهر بنهاية شهر أغسطس. وبالإضافة إلى ذلك أن مشروع اللوزي الإسكاني يعتبر أحد المشاريع الأساسية في برنامج عمل الحكومة والذي يقضي ببناء 25000 وحدة، وأيضا هو جزء من تنفيذ التوجيه السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40000 وحدة سكنية بأسرع ما يمكن.